قلت له يا خادم الأوادم هات الراس والمآدم، أبو عمر يا شيخ الكار دلل لي هالأوادم، لعند أبو عمر يلا نروح ونداوي البطن المجروح وناكل نيفة وروس سجقات ومآدم وكروش وأبوات. أنا أبو عمر من سكان الشام من دمشق بالتحديد، طلعت من الشام من فترة 3 سنين 4 سنين، قعدنا بأوروبا اشتغلنا بأوروبا ما عجبتنا كتير، مع أنه كنا نشتغل بنفس المصلحة بأوروبا، يعني الأجواء ما عجبتني كتير هني، فرجعت على تركيا وبلشت بمشروع صغير كان عبارة عن مطبخ وصالة صغيرة تتألف من 4 طاولات، كنت أقدم فيه سجقات روس مآدم إنخاعات أبوات كرشات باس ماشكات نيفا الراس. والحمد لله يعني بعد فترة صغيرة نال القبول والناس توافدت لعنا. أنا بستمتع صراحة، أنا كتير بحب هالمهنة، فلذلك الحمد لله الله كرمنا ونجحنا فيها. يعني أنا تقريبا هلأ بتلاقيني بالنهار بفتح الساعة 12 بشتغل 12 بالليل لاحق ورا شغلي وراقد، أنا مو حدا تاني، لأنه حدا تاني ما حيمشي الحال، مجرد حدا تاني ركض ورا شغلي لح يفشل الشغل. فأنا بنزل بشوف زبون برحب فيه بسلم عليه بنزل له الطلب، يعني هالمبدأ. أنت عم ترد علي الواتساب صح؟ أنا اللي عم رد عليك. على رأسي حبيبي، شرفت، أهلا وسهلا حبيبي شباب، شرفتوا. أولا وأخيرا هو التسويق شيء مهم، بس الشيء المهم اللقمة الطيبة أكثر. فأنا بشتغل على مبدأ الزبون أكثر من مبدأ النت، بسوق على جميع الاتجاهات، الصفحات العامة والصفحات الممولة، وما بوفر شيء. نروح إن شاء الله إذا الله كرمنا نفتح فرع ثاني بمكان ثاني إن شاء الله.